نعم، في هذه اللحظات وبحسب قيادة الشرطة الاتحادية فقد أكملت الشرطة الاتحادية مهمتها بتحرير حي القادسية الأولى والثانية، وكذلك تحرير فرقة الرد السريع لحي الربيع. بعد تحرير هذه الأحياء فإن المهمات المناطة بفرقة الرد السريع والشرطة الاتحادية قد اكتملت. منذ الصباح الباكر تقدمت القوات بعملية خاطفة وحسمت الأمر في الحيين المهمين. تقدمت قوات الشرطة الاتحادية من حي سعد المحرر، وكذلك تقدمت فرقة الرد السريع من حي الوحدة إلى حي الربيع. كاميرا الميادين الآن هي في أطراف حي الربيع أي وسط تل أحفر. نعم دينا، الآن هي نشاطات ابتهاج واحتفال محمد ربما الذي نعم نسمعه نشاهده الآن في عمق السوق. نعم 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 هي نعم، يعني بحسب زميل محمد الفهد فقد تم تحرير حي القادسية نعم الأولى والثانية. هي أجواء احتفالية، إطلاق نعم نار ابتهاجي. نعم 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 ابتهاجية باكتمال مهمات قوات الشرطة الاتحادية ومحور الحشد الشعبي المرافق لهذا المحور، وكذلك فرقة الرد السريع التي سيطرت على حي الربيع وهو من الأحياء المهمة أيضا. سيطرت على هذا الحي بعد قتل عدد من عناصر تنظيم داعش بانتظار أن تصل المحاور الأخرى، لا سيما محوري جهاز مكافحة الإرهاب الذي وصل إلى حي الطليعة، وكذلك المحور الشرقي الذي وصل إلى حي القلعة. لم يبقى الآن سوى حي المثنى والحي العسكري وحي السلام، تجري فيهما عمليات عسكرية لحسم الأمر فيها في هذه الأحياء، وكذلك لم يبقى سوى عمليات التمشيط بحثا عن بعض عناصر داعش الهاربين. يمكن القول دينا أن العمليات قد اقتربت وفق المعطيات ووفق ما نراه الآن على الأرض. نعم. كاميرا الميادين تنقل الآن من وسط تل أحفر. طيب محمد، أحياء المثنى والعسكري والسلام تقريبا ما الذي تمثله من نسبة فيما خص المساحة، يعني بالنسبة لمساحة تل أحفر؟ يعني بعد تحرير القادسية وحي الربيع والوحدة وكذلك النداء والطليعة وقلعة تل أحفر، هذه الأحياء التي كانت أيضا تمثل نسبة كبيرة من تل أحفر، النسبة المتبقية هي قليلة جدا بالقياس للمناطق المحررة داخل الأحياء، لكن الملفت دينا أن الأحياء تحرر بسرعة كبيرة، والدليل أن المحور الغربي قد وصل إلى أهدافه. هنالك بعض المعالجات والتمشيط لدى فرقة الرد السريع والحشد الشعبي. الشرطة الاتحادية أكملت تحرير المناطق الموكلة إليها، مساحات كبيرة خارج تل أحفر، عدد من القرى وعدد من الأحياء تم تحريره، وقوات الشرطة الاتحادية الآن أعلنت أنها أكملت مهمتها في غرب تل أحفر بانتظار أن تكمل المحاور الأخرى مهماتها، لا سيما المحور الشمالي والمحور الجنوبي الذي بدأ يتقدم نحو الأحياء والأهداف المناطة لهذا المحور. الملفت أيضا دينا أن عناصر داعش تراجعوا وانكفأوا ولا توجد أي مقاومة، يعني مقاومة بسيطة في كل حي، 3 إلى 4 عناصر من عناصر تنظيم داعش هم قناصة يتم قتلهم، وربما يعني وفق المعطيات لا يوجد أحد من عناصر تنظيم داعش أو عدد كبير من عناصر تنظيم داعش. قد يوجد عدد من عناصر تنظيم داعش الذين هربوا من الأحياء التي دخلتها القوات وحررتها، قد انتقلوا الأحياء المتبقية سيتم تطويقهم. يعني وفق المعطيات هم إذا هرب عدد من عناصر داعش من الأحياء المحررة من المحور الغربي والمحور الجنوبي والشمالي، فبقيت بضعة أحياء إلى الشمال الغربي من تل أحفر. عمليات ما تزال تجري وفق القيادات الميدانية في حي القلعة الذي يمثل قلب تل أحفر، وكذلك حي السلام وحي المثنى والعسكري. هذه الأحياء هي في الجزء الشمالي والشمال الغربي لتل أحفر. نعم.
إذا تم تحرير بحسب مراسلنا محمد الفهد المتواجد الآن في وسط مدينة تل عفر، تم تحرير حي القادسية الأولى والثانية وتحرير كامل حي الربيع من قبل فرقة الرد السريع. ما تبقى من هذه المدينة لتحريره بالأحياء المثنى والعسكري والسلام، وهي تقع في الجزء الشمالي من مدينة تل عفر. أيضا بحسب مراسلنا محمد الفهد المتواجد الآن كما ذكرنا في وسط مدينة تل عفر، وما نسمعه الآن هو طلقات ابتهاج واحتفال. بحسب مراسلنا محمد الفهد فإن العمليات اقتربت من ختامها، يعني تحرير تل عفر أو إعلان تحرير تل عفر محررة بالكامل من فلول داعش قد اقترب فعلا. ما يذكره أيضا الزميل محمد الفهد بأن لا مقاومة تذكر بالنسبة لعناصر داعش في هذه المعركة، لم يرصد وجود مجموعات كبيرة من فلول داعش داخل الأحياء. نعم تحريرها تم رصد عنصرين أو ثلاثة على الأكثر داخل هذه الأحياء. طيب محمد، هل من معلومات عن عناصر داعش فروا قتلوا، إلى أي وجهة ربما فروا؟ معلومات عن جنسياتهم أيضا، جنسيات داعش والقيادين لداعش الذين كانوا متواجدين داخل المدينة؟ نعم دينا، يعني عند انطلاق العمليات وفق المعلومات الاستخبارية أن القيادة أو الحاكم العسكري لتل عفر هو أبو أنس الطاجيكي، بعد عزل القائد المحلي بعد خلافات بين عناصر التنظيم المحليين والأجانب. ثم بعد انطلاق العمليات والقصف المركز على مقرات القيادة والسيطرة التابعة لداعش وفق المعلومات، اختفى الأمير العسكري أو ما يسمى بالأمير العسكري لداعش من المنطقة، فأصيب عناصر داعش العاديين أو المقاتلين الذين دفعهم بهم التنظيم إلى الأحياء وخطوط الصد بالإرباك والتشتت. نعم. بالإضافة إلى خروج عدد من عناصر داعش قبل وصول القوات، الترجيحات تؤكد أنهم انتقلوا إلى العياضية إلى الشمال، والبعض الآخر تشير المعلومات إلى أنهم سلكوا سلسلة جبال زنبر الشمالية من تل عفر، وربما وجدوا من هنالك ثغرة للاتجاه نحو الحدود السورية. هذا بحسب المعلومات الاستخبارية. لكن عناصر تنظيم داعش داخل تل عفر منذ تحرير الموصل وسقوط هذه الرمزية لرمزية التنظيم داخل الموصل وتحريرها بشكل كامل، لا أهمية لتل عفر بالنسبة لعناصر التنظيم بعد فقدان طرق التواصل والانتقال والمؤازرة، وبالتالي المعلومات تشير إلى هروبهم منذ تلك الفترة أو منذ إعلان عمليات التحرير وتركهم مواقعهم. لا يمكن مقارنة العمليات العسكرية داخل تل عفر مع عمليات عسكرية في مناطق أخرى من الموصل. السيارات المفخخة كانت بأعداد قليلة، كذلك العناصر الانغماسية كانت بأعداد قليلة حتى اللحظة على الأقل، يعني قبل تحرير ما تبقى من الأحياء. نعم دينا. طيب محمد، المحاور التي نتحدث عنها حين نتحدث عن تحرير القادسية الأولى والثانية بشكل كامل وأيضا حي الربيع وإضافة إلى الأحياء الأخرى، عن أي محاور نتحدث بأنه تم اختتام الأعمال القتالية فيها وهذه العملية العسكرية، وأيضا المهام الموكلة إلى كل فريق داخل هذا المحور ما هي؟ نعم، بعد تحرير القادسية الأولى والثانية من قبل الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وتحرير حي الربيع من قبل فرقة الرد السريع، الشرطة الاتحادية أعلنت يعني قبل قليل أنها أكملت المهام المناطة بها بعد تحرير مساحات كبيرة من المحور الغربي، مساحات صحراوية وقرى، وتحرير أحياء السعد وكذلك القادسية وأطراف من حي الكفاح والقرى المحيطة بتل عفر. فأن الشرطة الاتحادية الآن أكملت مهمتها في هذا المحور، لاعتبار أن المسافة التي قطعتها الشرطة الاتحادية وصلت إلى المسافة المقررة لها أو المقررة لمحورها. ما تبقى الآن هنالك عمليات في المحور الشمالي للحشد الشعبي والفرقة المدرعة التاسعة، يعني عندما تم تقسيم المساحة الجغرافية لتل عفر والتي أنيطت للمحاور، كل محور لديه مسافة وأحياء مساوي للمحور الآخر، وبالتالي الآن الشرطة الاتحادية أكملت هذا المحور بانتظار أن تكتمل المحاور الأخرى وهي في الجزء الشمالي لتل عفر. نتحدث عن حي المثنى وعن الحي العسكري
وفي المحور الشرقي نتحدث عن حي القلعة الذي باشرت الفرقة المدرعة التاسعة وكذلك الحشد الشعبي بدخول هذا الحي منذ سيطرتها على قلعة تلحفر الأثرية يوم أمس. وبالتالي الآن ما بقي من تلحفر هو بعض الأحياء المناطة بالمحاور الأخرى، لكن تحديدا المحور الذي تتواجد فيه الآن كاميرا الميادين منذ الصباح هو المحور الغربي والشمالي الغربي، قد وصل إلى خواتيمه بتحرير هذه الأحياء سريعا وبعمليات سريعة وبخطوات متقدمة نحو الأهداف. نعم، إذن ما نتابعها الآن هو مشاهد من وسط مدينة تلحفر. يعني نستطيع أن نقول محمد الآن بأن العمليات تتركز في حي القلعة في المحور الشرقي تحديدا. نعم، ما تزال عمليات في المحور الشرقي والمحور الجنوبي والشمالي الغربي باتجاه الأحياء المتبقية من تلحفر. نعم، الأحياء المتبقية من تلحفر حتى اللحظة. ما نسمعه الآن هو إطلاق رصاص ابتهاجي باكتمال التحرير. نتحدث عن المحور الشمالي الشرقي، لدينا الحي العسكري وحي السلام، وفي المحور الشمالي لدينا حي المثنى وحي القلعة وأجزاء من الطليعة. هذه هي الأحياء المتبقية من تلحفر وهي ضمن واجبات المحاور الأخرى التي تتقدم في هذه الأثناء. نعم، إذا نتابع الآن هذه المشاهد كما ذكرنا من وسط مدينة تلحفر تحديدا من حي القادسية، حيث تم تحرير هذا الحي بالكامل من قبل قوات الشرطة الاتحادية والتي أعلنت إنهاء المهام المكلة إليها خلال هذه العمليات، عمليات تلحفر. مراسلنا محمد الفهد يتواجد هناك ونقل لنا هذه الصورة، قال بأنه تم تحرير حي القادسية الأولى والثانية وحي الربيع أيضا، ومن العمليات الآن تدور لتحرير ما تبقى من المدينة وهي حي المثنى والعسكري والسلام، إضافة إلى ما تبقى من حي القلعة حيث تخوض قوات الحشد الشعبي العمليات هناك. وأيضا ذكر مراسلنا محمد الفهد بأن لا مقاومة تذكر لعناصر داعش، وكان هناك تسريبات لمعلومات حول أن عناصر داعش فروا باتجاه ربما الحدود السورية العراقية عبر سلسلة جبال زنبر. محمد، هل من وثائق ربما أو معلومات حصلت عليها القوات العراقية أثناء دخولها إلى مدينة تلحفر تتعلق بقيادات، بمعلومات مهمة ربما تفيد القوات العراقية في تأمين كافة المنطقة وأيضا في عملياتها التي ستخوضها إن كان على الحدود العراقية السورية أو إن كان ربما العمليات لتحرير حويجة؟ يعني فيما يخص إحدى الوثائق التي اطلعنا عليها وعثرت عليها القوات الأمنية هنا في تلحفر، هنالك أمر من قبل أحد المسؤولين هنا في تلحفر، مسؤولي داعش، يطلب من عناصر تنظيم داعش، هذا قبل انطلاق العمليات في شهر تموز، يطلب من عناصر داعش تسليم الأسلحة أمريكية الصنع، يعني يقصد بها هنا الأسلحة التي لدى عناصر تنظيم داعش واستبدالها ببنادق الكلاكشنكوف. ولم يفهم ما مغزى هذا الأمر العسكري الذي أطلقه أحد قيادات داعش هنا في تلحفر قبل انطلاق العمليات. هذا ربما أحد الأدلة على أن عناصر تنظيم داعش قد فكروا منذ انطلاق العمليات أو بدايتها بتغيير استراتيجيتهم وخطتهم، وربما هي قائمة على الانسحاب وأخذ ما يمكن أخذه من الأسلحة المتطورة معهم من مدينة تلحفر إلى خارجها. كما نعيد المعلومة أيضا دينا أن الجبهة المتاحة الآن لدى عناصر تنظيم داعش هي الجبهة الشمالية المؤدية إلى العياضية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ومنها إلى زمار التابعة أيضا لتلحفر، لكن زمار هي تحت سيطرة قوات البشمركة. وفي معلومات خاصة أيضا كانت للميادين أن 67 من العناصر داعش الأجانب قد سلموا أنفسهم للبشمركة، لكن حتى اللحظة لم يتم تأكيد هذه المعلومات إن كان عناصر تنظيم داعش الذين هربوا من تلحفر باتجاه الجبهة الشمالية، لاعتبار أن تلحفر هي مطوقة منذ أشهر، نقصد من الجبهة الغربية هنالك الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية قطعت تلحفر عن سنجار وعن الحدود السورية. من الجبهة الجنوبية هنالك خط الصد الذي قامه الحشد الشعبي في مطار
تل الأحفر العسكري، والجبهة الشرقية أيضا هنالك خط صد كان قد عزل تل الأحفر عن المحلبية التي تم تحريرها يوم أمس. كل هذه المعلومات والمعطيات هي تشير إلى أن عناصر داعش فقدوا كل طرق الانتقال والانسحاب باستثناء المحور الشمالي الذي بقي متاحا. نعم دينا. طيب محمد، ذكرت في رسالة سابقة عن أن المدنيين أو أغلب المدنيين على قلتهم الذين لا يزالوا متواجدين داخل مدينة تل الأحفر هم عائلات داعش، هل تم رصد أي ربما حركة لمدنيين داخل الأحياء التي دخلتموها حتى الآن يعني محمد؟ يعني منذ انطلاق العمليات دينا حتى اللحظة لم نشهد أي مواطن يخرج باتجاه المحاور الداخلية التي دخلت تل الأحفر. قبل انطلاق العمليات خرجت العشرات او المئات من المدنيين باتجاه المحور الشرقي وتم نقلهم الى المخيمات. قبل قليل في معلومه ايضا خاصه للميادين، عثرت القوات على امراتين ورجل في حي القادسيه بعد اكتمال تحريره وتمشيطه من قبل الشرطه الاتحاديه. هؤلاء ربما مواطنون كانوا عالقون في هذا الحي ولم تتضح هويتهم بعد او هويه انتمائهم، هم مواطنون ام من العوائل التابعه لعناصر تنظيم داعش، هذا بحسب معلومات خاصة. لكن خلال مجريات العمليات العسكرية وحتى اللحظة لم يتم رصد أي خروج للمدنيين لاعتبار أن تل الأحفر هي لا تحوي على أعداد كبيرة من المدنيين.